بست، انت جاهز؟ مش اديني خلفية؟ طيب انا عايز بس يتفرج على الشاشة يا جماعة. يلا خلفية ولا ايه؟ ايه؟ خلفية؟ طب انا هقول لك الاسماء. ايه ده؟ الشاشة. ايه ده؟ ذا بيست طبعا الافضل بالنسبة للكابتن هنا عبد ولا الهادي. ابقى هنا؟ ذا بيست الافضل. انت طب انا ليه كده بقول حسين السيد ولا نادر؟ طب انا ليه في الحتة دي يا مهيب؟ ليه؟ طب ليه بتدخلني في الحتة دي؟ معلش ده جيلك. يلا حسين السيد ولا نادر السيد؟ لا هما الاثنين اعظم من بعض، بس اللي انا عاشرته اكتر وقت ممكن كان نادر السيد. نادر السيد. اللي بعده هاني رمزي ولا سامي الشيشيني؟ لا طبعا كابتني الكابتن هاني رمزي طبعا، يعني حاجة انا بعتبره أسطورة، أسطورة بجد في الكرة المصرية، وعلى ما اعتقد هو اللي حببنا كلنا في اللي احنا نبقى محترفين ونسافر. بس انا كنت بستمتع بلعب سامي الشيشين بصراحه. هاني رمزي ولا سامي الشيشين؟ سامي الشيشين. سامي الشيشين. سؤال صعب بالنسبه لمدحت، انا عارف، عشان البوزيشن نفس البوزيشن و... لا وكمان هو لعب مع الاثنين بشكل كبير، بس انا بتكلم على طريقه اللعب بالخاص في نفس البوزيشن. يلا خد البوزيشن ده بقى. وائل جمعه ولا اشرف قاسم؟ اشرف قاسم طبعا. اشرف قاسم. بس برضو البوزيشن غير البوزيشن. ماشي. انت بتكلمنا على طريقه لعبه. اوكي. مش عارف انت عايز ايه. خد دي بقى. نبيل محمود ولا سمير كمونه؟ كابتني طبعا الكابتن نبيل محمود، بس سمير كمونه من اكتر الناس اللي كنت مستمتع باللعب جنبهم، لاني بعد ما اعتمد الجمال اتنفذت طريقه 4-4 في الديفنس، وكنت انا وسمير كمونه. انتوا عملتوا دويتو رائع انت وسمير. بعد ما اعتمد الجمال 98 كمان. ما انا بقول لك بعد ما اعتمد، يعني انا ومعتمد ده ميمز ده كان انا ومعتمد يا مهيب اول ناس نفذناها في مصر مع كرول. ايوه منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي. صح. تمام. يبقى سمير كمونه. سمير كمونه. اللي بعده بشير التابع ولا محمود ابو الدهب؟ دهب انا لعبت معاه في المنتخب، بس كانت فتره يعني بسيطه جدا، كانت 96 ساعه كابتن فاروق جعفر والكابتن محمود الخطيب. يا انت لحقت الوقت ده؟ طبعا بتاع ماتش تونس وموريشيوس والتصفيات دي. انا لعبت الماتشات دي كلها، ولعبت ماتش المغرب هنا 1-1 بتاع بصير صلاح الدين وكابتن حسام حسن التعادل في اخر ماتش الاوفر بتاع كابتن مجدي التربه. لا انا عاصرت. ماشي. لا اقول بيشو. بشير طبعا. بشير. صباح الفل يا بيشو. كابتن ربيع ياسين ولا كابتن احمد رمزي؟ لا يعني انا ما هتكلم، خلي بالك برضه مهيب عشان ما حدش يزعل مني، انا ما بتكلم يا كابتن مصر ده الافضل بالنسبه لي. لا انا هوضح حاجه، حاجه كمان، انا هبتكلم على اللي عاصرته ولعبت معاه وشفت. أيوة. فهمتني؟ طبعا الكابتن ربيع ياسين مدرب كبير وكان لعيب كبير جدا طبعا، وكل يعني الشكر ليه وفي كل حاجه، يعني في كذا مدرب منتخبات انديه. ماشي ماشي ماشي. وبعدين انما روزه ده بالنسبه لي حاجه اسطوره. يلا أسطورة كابتن احمد روزه. اسطوره مش بالنسبه لك انت بس. اسطوره بجد يا مهيب. بالنسبه لي انا كمان. ده بص يا مهيب معلش، ده اسطوره جوه الملعب. كابتن ربيع طبعا. وبره الملعب رمزي. يعني روزه انا عاشرته كتير جدا. يلا طارق السعيد ولا طارق السيد؟ اسرع طارق السعيد. يلا يا جماعه الضحكه دي محدش يفهمها في الدنيا غير انا وهو. انا ومدحت بس. لا 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 خالص. انا ومدحت بس. لا لا خالص خالص. ماشي. طارق حامد ولا تامر عبد الحميد؟ طارق حامد النسخه زي ما بيتقال عليها النسخه الحديثه من تامر عبد الحميد. طيب يبقى تختار مين؟ طارق حامد. طارق حامد. اللي بعده. يا نهار ابيض. برضه انا الكابتن رضا عبد العال عاصرته مهيب، وكان اول دوري ياخده في نادي الزمالك 92 93 مع الكابتن فاروق جعفر ومقاي. مع مقاي. انا بقول لك فاروق جعفر ومقاي. كان الكابتن رضا. ايام ايمانويل. ايام ايمانويل. كان الكابتن رضا عبد العال طبعا كابتني كان موجود واتفرجت عليه، ومن اكتر الناس اللي كنت بستمتع بيهم. انما طبعا الامبراطور طبعا صديق. لا ده غير الملعب. الصديق بقى ده بجد يعني حاجه جميله بالاخص في الملعب،
يعني انا ما كانش بيجي لي اي وقت من الاوقات انا او بشير اوال اباني سي اي حد موجود ورا بيلعب في الديفنس يا مويب اللي احنا مش في اي وقت هنجيب جول. طيب ناخد بقى بسرعه بقى خلاص حازم امام. حازم امام كابتن رضا انت في قلبي يا كابتن رضا. وزومة طبعا يلا شيكابالا ولا عبد الستار صبري عشان ما تفكرش. شيكا شيكا اللي بعده صبري ولا زيزو؟ ها النسخه الحديثه طبعا حاليا زيزو. صبري ده كان حته الدين لعيب. ماشي يا زيزو. كاس ولا ايمن منصور؟ انت عايز مهيب ايه؟ انت عايز بجد عايز ايه؟ ده مين اللي بيحط يلا يا باشا مين اللي بيحط صبري؟ يلا يا فندم يلا حبيبي. ها اصل ده حاجه وده حاجه يعني ده انت بتجيبني في حتت. يلا بس يلا انت ليه كده؟ يلا يلا ها يلا عشان الوقت. كاسو كاسو اللي بعده يلا. عبد الحليم علي ولا متعب؟ حليم حليم اللي بعده. رمضان ولا بن شرقي؟ رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي طبعا اللي قال لك بن شرقي يلا برضه بتدخل موضوع تاني. ناصر ماهر ولا قفشه؟ ناصر ماهر. ناصر ماهر اسرع. ها جوزيه ولا موسيماني؟ جوزيه جوزيه. ها ها فيريرا البروفيسور طبعا بروفيسور مع انه كان شغال مع كارتيرون ما كانش طايق هو بيشتغل. ماشي بروفيسور يلا. الجوهري ولا حسن شحاته؟ كابتن جوهري رحمه الله عليه. كابتن جوهري رحمه الله عليه.